عليكم ورحمة الله. هنتكلم في موضوع مهم في الهيماتولوجيا عن الثرومبوسايتوبينيا. الثرومبوسايتوبينيا ده موضوع مهم ولازم نعرف ازاي نتعامل معاه وازاي نشخص اغلب الحالات. نورمال بليتلت كاونت من 150 ل 450 الف. الثرومبوسايتوبينيا بتبقى بليتلت كاونت اقل من 150 واحيانا اقل من 100. NB clinically significant bleeding is not seen until لغاية ما البليتلت تقع عن 50,000 يبدأ يحصل البليدنج. ايه هي المين كوزز اوف ثرومبوسايتوبينيا؟ ليها جدول كبير في نيلسون. اما السبب يكون decreased production من البون مارو، اما ان هو congenital او acquired، او زيادة في الدستركشن كاميون او نون اميون، او حصل سيكويستريشن. خلاص، سيكويستريشن فين؟ في السبلين. طيب ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، تمام، او اميون ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، اسمها ايه؟ اي تي بي. The most common cause of acute onset of thrombocytopenia in otherwise well child. الكلمه المهمه في الاي تي بي ان الطفل كان ويل، جنرال كونديشن بتاعته كويسه خالص، تمام، ولكن فجأة او اكيوتلي ظهر الايه؟ البي تي كي اند بيربرا، تمام. اي تي بي ايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيك بيربرا، نوتس بتاعتها رقم واحد، ات اوكيرز من اسبوع لاربع اسابيع من تعرض الطفل لايه؟ لكومن فايرال انفكشن. ريسنت فايرال او ريسنت هيستوري اوف فايرال ايلنس بيحصل في 50 ل 60% من الحالات. دي حته مهمه لازم نسال عليها. رقم اتنين، الاوتو انتيبادز اجينست بليتلت سيرفيس، اللي بيحصل ان ده، مش احنا قلنا ده اميون، اوتو اميون اوتو انتيبادز اجينست الايه؟ البليتلت سيرفيس بتاع الطفل. البيك بتاعت البرزنتيشن بتاع الاكيوت اي تي بي ما بين اربع، من واحد لاربع سنوات، تمام، بس ممكن تحصل في الايرلي انفنسي، ممكن تحصل ايه ان ايلدرلي. المين والفيميل افكتد زي بعض، ايكوالي افكتد. ما في الحاجه الثانيه رقم خمسة، ان هو بيحصل اكتر في الشهور اللي بيبقى فيها الكومن كاتشنج للفيرال انفكشن، خصوصا الريسبيراتوري زي الليت وينتر اند سبرينج. موست كومن فيروسز انفولفد ان اي تي بي ار، مين هم؟ الابشتانبر فيروس والاتش اي في. رقم 7، ان سام كيسز اي تي بي ابير تو ارايز ان تشيلدرن انفكتد ويز هانتش بايلوري، وريرلي خالص، تيجي بعد الفاكسينز. ملحوظة على البوكس اللي على اليمين، الاي تي بي ممكن تحصل بعد انسكت بايت، شفناها كذا مرة. كلينيكال مانيفستيشنز، ايه هو الكلاسيك بقى بريزنتيشن؟ الكلاسيك بريزنتيشن ان previously healthy child، سنة لأربع سنوات عمره، ما بين سنة لأربع سنين. ايه اللي بيحصل؟ sudden onset of purpura and petechiae، بتبقى generalized واخدة الجسم كله. may be bleeding from gums and mucous membrane particularly with profound thrombocytopenia، لما تقل البليتلت كاونت عن 10. history of preceding viral infection، من اسبوع لاربع اسابيع قبل ما يجي. رقم اتنين، غير الكلاسيكال برزنتيشن، هنقول اللي يخش معانا في الديفرنشيال اللوكيميا، فلازم نستثناها بايه؟ نو سبلينوميجالي، نو بون بين، نو ليمف ادينوباسي اند بالور، كلها رير، يو ماست سيرش فور انذر دايجنوزيس سبيشالي مين؟ لوكيميا. اليو كي حطت كلاسيفيكيشن اكوردنج تو سيفيريتي اوف اي تي بي، قالوا اف نو سيمتوم ده رقم واحد، رقم اتنين المايلد سيمتومز. زي ايه المايلد سيمتومز؟ عادي، البروزنج والبي تي كي والاوكيجنال ماينور ابيستاكسيس والفيري ليتل انترفيرنس ويز ديلي ليفنج. رقم ثلاثة، مودريت سيمتومز، يعني مودريت سيفير، مودريت او مور سيفير سكين اند ميوكاس ليجن، مور ترابل سام ابيستاكسيس، الابيستاكسيس بدا يزيد خالص، مينوراجيا هنا اتضافت. اما في السيفير، لازم في السيفير هتلاقي كل حاجه سيفير، يعني سيفير ابيستاكسيس، ميلينا، مينوراجيا، وممكن تلاقي لايف ثريتنينج هيموريج زي سي ان اس هيموريج.
ده ريكواير ايه بقى الحاجات دي؟ عايزين ترانسفيوجن وهوسبيتاليزيشن. سيمتومز انترفيرنج سيريسلي وذ ذا كواليتي اوف لايف، ما يقدرش يعمل حاجه، ما يقدرش يتحرك، لا يحصل سبونتينيوس بليدنج من اي مكان، فده بيأفكت الايه الكواليتي اوف لايف بتاعته. على اليمين ابنورمال فايندنج، لو لقينا الابنورمال فايندنج دي زي الهيباتوسبلينوميجالي بون او جوينت بين، لينفادينوباثي كانت ماركد، سايتوبينيا معاها لاين تاني غير الثرومبوسايتوبينيا، في انيميا او ليكوبينيا، سيرش فور انذر دياجنوزز زي اللوكيميا، ونشوف السندرومز او الانهيريتد بون مارو فيلير سندرومز ممكن. Outcome and sequel بتاع الـ ITP اللي بيحصل Severe Bleeding بيبقى رير خالص في أقل من 3% من الكيسز. In one large international study، يعني دراسة international كبيرة اتعملت على الناس اللي عندهم ITP، وجدنا ان أقل من 3% منهم بيحصل لهم Severe Bleeding. رقم 2 Spontaneous Resolution في خلال 6 شهور في 70-80% من الحالات بتاعه الاكيوت اي تي بي. رقم 3 ان الثيرابي مش افكت الكورس اوف ايلنس خالص، داز نوت ابير تو افكت ذا ناتشرال هيستوري اوف ذا ايلنس. رقم 4 ان اقل من 1% اوف كيسز يديفلوب ايه انتراكرينيال هيموريج، ذا لايف ثريتنينج هيموريج. ذا تارجت اوف ايرلي ثيرابي از، انا هعالج ليه بدري، مستعجل على ايه؟ to raise the platelet count اكتر من 20، ده مهم جدا، اكتر من 20 في 10 و9، and prevent the rare development of a اكيد ال ICH اللي هو الانتراكرينيال هيموريج. رقم 6 بيقولك ان 20% من الاطفال with acute ITP go on to have chronic ITP، يعني خمس الحالات تقريبا لو 20% ماله هيدخل في ايه في كرونيك اي تي بي. الا بفايندنج في الاي تي بي عملنا سي بي سي لقينا فيها سيفير ثرومبوسايتوبينيا، ريتد كاونت اقل من 20000، اكتر من 20 انا اولسو مش خايف من حاجه. بليتليت سايز نورمال او انكريزد. في سؤال، امتى الهيموجلوبين ليفل يقل؟ لو كان في بروفيوز ابستاكسيس او منوراجيا. رقم 2 اللي هنعمله نبص على في السي بي سي، يعني بعد الثرومبوسايت وبعد البليتليت كاونت نبص على الهيموجلوبين والوايت، باقي البارامتر عايز يقول لك ان هي نورمال، يعني هي ايزوليتد ثرومبوسايتوبينيا، لو معاها حاجات تانية يبقى نغير الديفرنشال. بون مارو اكزامينيشن مهم، هنلاقي الجرانيولوسايت والاريثروسيتك سيريز مالها نورمال، انما الميجا كيريوسايتس يا اما نورمال يا اما انكريز النمبر. NP some mega keriocytes are immature reflecting increase platelet turnover، يعني هو بيطلع بليتلت فبنلاقي النمبر بتاع الاماتيور بليتلت بيزيد عشان بالمره بيطلع. طيب سؤال على الشمال اخر حاجه تحت، what are indication of bone marrow examination، ايه الداعي ان انا اعمل bone marrow examination؟ اول حاجه abnormal، لو كان في abnormal white PC count او الديفرنشال بتاعه، لينا ليكوبينيا نيتروبينيا لينفوبينيا، انكسبليند انيميا مش لاقي لها سبب واضح مع الثرومبوسايتوبينيا، هيستوري والفيزيكال اكزامينيشن سجستنج بون مارو فيلير سيندرومز او مالجنس، زي ما قلنا دي الحالات اللي انا ممكن اعمل فيها بون مارو اكزامينيشن لعيان الاي تي بي، غير كده لا. تمام، طب هي اوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا صح؟ طب لو لقينا معاها اوتو اميون هيموليتيك انيميا، قاعده مشهوره اوتو اميون هيموليتيك انيميا مع ثرومبوسايتوبينيا، ده يقول لنا ان ده ايفان سيندروم، ولازم نعمل كومب هنا علشان تو اكسكلود الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. تمام، لو بوزيتيف يبقى ده ايه؟ ايفان سيندروم. خلاص طيب ديفرنشال دياجنوز اوف اي تي بي بجانب ايه الحاجات التانية اللي بيبقى فيها الطفل will appearing يعني good generally with moderate to severe thrombocytopenia otherwise normal باقي الـ CBC parameter. مين هما؟ اما ان هو اخد drug والدرج ده drug induced antibodies. رقم 2 حصل splenic sequestration في عيان ما كانش معروف ان هو عنده portal hypertension. رقم 3 rarely
ايرلي ابلاستيك بروسيس ساتش اس فانكوني انيميا. بس مش عارف ازاي لو هو مش هيلاحظوا عليه يعني الفانكوني فيشيز والحاجات التانية. دول الحاجات اللي معاهم جنرالي جود جنرال كونديشن للتشايلد. يعني رقم 2 كونجينيتال ثرومبوسايتوبينيا سيندروم. مين الاطفال اللي هبقى عندهم كونجينيتال ثرومبوسايتوبينيا ومعاهم اذر ابنورماليتي؟ التار سيندروم. تار يعني ثرومبوسايتوبينيا اند ابسنت اي ار ابسنت راديوس في ام اي اتش 9 ريليتد ثرومبوسايتوبينيا. رقم 3 زياده في البليتلت ديستراكشن بين قوسين كده نون اميون بيزس زي الهيموليتيك يوريميك سيندروم وزي الدي اي سي. تمام. طيب هنا فيهم اوفيوس سيستميك إلنس. الدي اي سي دواتي جاي بعد خراب يعني ممكن بعد سيبسس كمان نلاقي امبيرد بي تي وبي سي وبي تي تي ونلاقي البليتلت قليله سي ار بي عالي التوتال ليكوسيت كاونت عالي او واطي. ف مثلا في بارت اوف اذر سيستم افكشن هيباتايتس او ليفر امبيرمنت كيدني امبيرمنت برضو. فالدي اي سي والهص الهص احنا عارفين ان كومن اللي بيجي بعد اكيوت جاسترونتريس لو اخد سترين شريشيا كولاي خصوصا الاسترين او 157 الى اتش بلس اتش 7 اسف ممكن يدخله في هيموليتيك يوريميك سيندروم. تمام. رقم 4 لو طفل بياخد هيبارين فده معرض ان هو يدخل في هيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا ايزوليتد انلارجمنت في السبلين ممكن يحصل فيه هايبر سبلينيزم ويكسر الايه يكسر الار بي سيز يكسر البليتليت. فهايبر سبلينيزم كوزد باي ليفر ديزيز او بورتال فين ثرومبوزس. تمام. رقم 6 في الديفرنشال الاوتو اميون ثرومبوسايتوبينيا زي السيستميك لوبس زي الكومن فاريبل اميون ديفيشنسي زي الاتش اي في وريرلي الليمفوما والاوتو اميون ليمف بروليفراتيف سيندروم. رقم 7 وفيسكوت الدريخ سيندروم. ده سجستد بايه بقى فيسكوت الدريخ سيندروم؟ طفل يانج ميل جايب ثرومبوسايتوبينيا والسمير فيه سمول بليتليت في ديفرنشال دياجنوزس للسمول بليتلت والميجا بليتلت او اللارج بليتلت ومعاه هيستوري اوف اكزيما وريكورنت انفكشن. ريكورنت انفكشن واكزيما والثرومبوسايتوبينيا معاها سمول بليتلت وده يانج ميل. نشك في فيسكوت الدريخ سيندروم. شويه حاجات مجمعينها مع بعض عملنا السيندروم ده. ده التريتمنت اوبشن فور اي تي بي ده احنا كده كده هنتكلم عليه. تريتمنت بقى ذا انيشال ابروتش to the management of ITB include اول حاجه no therapy. مش هندي ثيرابي في حاله ايه just education and counseling of the family and the patient for patient with minimal او mild او moderate symptom طالما البليتليت ما وقعتش عن 20 ما عندناش مشكله ان شاء الله. رقم 2 في الغالب يعني هيتعالجوا برضو. رقم 2 treatment with either يا اما IVIG او كورتيكوستيرويد. تمام. for patient with mucocutaneous bleeding الامريكان سوسايتي اوف هيماتولوجي جايدلاينز قالت ايه؟ قالت a single يعني الطفل جاي بينزف من الميوكوكوتينيوس جانكشن بتاعته. تمام. سواء اذا كان ايبستاكسيز اسف ميوكوتينيوس بليدنج ايبستاكسيز تمام او ميوكوس بليدنج من مكان تاني هياخد ايه؟ single dose من IVIG على دوستم من 8/10 الى ايه 1 جرام بير كي جي مره واحده اشورت كورس اوف ستيرويد او البديل بتاعه ناخد شورت كورس اوف ستيرويد. تمام. شود بي يوزد از فيرست لاين تريتمنت حاجه من الاثنين. مهم ان بي ان الاي في اي جي ات ادوز 8/10 ل 1 جرام لمدة يوم او يومين induces بيعمل rapid increase in platelet count اكتر من 20,000 في 95% من الحالات في خلال 48 ساعة. شفتوا الدقة؟ يبقى ال IVIG على دوز هنقول 1 جرام بير كي جي لمدة يوم ده هيعمل rapid increase في platelet count اكتر من 20,000 في قد ايه؟ في 48 ساعة في 95% من الحالات. ايه هي disadvantage of IVIG ان هو expensive خالص
يعني عندنا الامبول معدل 5000 جنيه. بالمناسبة الاي في اي جي 2500 ملي جرام في الخمسين ملي. تايم كونسيومنج تو ادمنستر طبعا. واجراءات رقم 3 افتر انفيوجن ذير از ا هاي فريكوينسي اوف الطفل اشتكى من صداع وفوميتنج. مهملش الشكوى دي بعد ما اخد الاي في اي جي، لان في كومبليكيشن بتحصل بعد الاي في اي جي، الطفل بيبقى عنده صداع وهيد وفوميتنج، اشك في اي في اي جي ميدييتد اسيبتيك مينينجايتس. دوزس اوف بريدنيزون من 1 لـ 4، من 1 لـ 4 ملي جرام بير كي جي بير دي، يتاخدوا لمدة 5 ايام. ده انديوسز امور رابيد رايز ان بليتلت كاونت تو اكتر من 20,000. تمام، احنا برضو الرقم الفاصل بتاعنا فوق الـ 20، احنا ايه في السيف سايد. بوس IVIG and steroids are used to treat ITP exacerbation. برضو في شوية معلومات عن الناحية اليمين. True or false ان الايرلي ثيرابي بريفنت الانتراكرينيال هيموريج؟ لا، مفيش ايفيدنس ان هو بريفنت الانتراكرينيال ايه هيموريج. تمام، بليتلت ترانسفيوجن في اي تي بي از يوجوالي كونترا انديكيتد. هو ترو، تمام، هو بيقول يوجوالي كونترا انديكيتد، تمام، انما الاونلي انديكيشن الوحيد اللايف ثريتنينج انتراكرينيال هيموريج، وانا لازم الحق العيان من المور بليدنج فنديله بليتلت، دي الحاله الوحيده. رقم 3 ذا اونلي كيس اوف اي تي بي ذات ريكواير بليتلت ترانسفيوجن ان لايف ثريتنينج هيموريج، احنا قلناها اهي. ده مين؟ ده ال سي ان اس هيموريج ترو. يعني رقم 4 ستيرويدز ار يوزد تو تريت اكيوت اند كرونيك اي تي بي، احنا قلنا ايوه ترو. رقم 5 ان الاي تي بي اكزاسربيشن يوجوالي اوكير سيفرال ويكس افتر انيشال كورس اوف ثيرابي، عادي ممكن تحصل. في البوكس اللي بعديها تريتمنت اوبشنز فور بيشنت ويز اي تي بي هافينج انتراكرينيال هيموريج، هنعمل معاهم ايه؟ دول اللي هنديهم بليت للترانسفيوجن وياخدوا الاثنين الاي في اي جي والهاي دوز ستيرويد ونيورو سيرجيكال كونسلتيشن. ذا موست سيجنيفيكانت تيرم بريدكتنج السيفير بليدنج از الميوكوزال بليدنج. الميوكوزال بليدنج. What is the role of splenectomy in ITP? The older child أكتر من 4 سنين with الأطفال اللي أكتر من 4 سنين واللي عندهم chronic ITP يعني ITP أكتر من سنة، severe ITP that has lasted أكتر من سنة يعني chronic ITP، أو معهم symptoms are not easily controlled with therapy، نعمل لهم splenectomy. رقم 2، طب ليه؟ عشان الانتي بودي بتطلع من الاسبلين اصلا، الاوتو انتي بودي بتتصنع من داخل الاسبلين. هو ان لايف ثريتنينج هيموريج كومبليكيتس اكيوت اي تي بي، يعني كان اكيوت اي تي بي ودخل في لايف ثريتنينج هيموريج. اف ذا بليتلت كاونت كان نوت بي كوركتد رابيدلي ويز ترانسفيوجن اوف بليتلت اند ادمنستريشن اوف اي في اي جي اند كورتيكوستيرويد. تمام، يبقى خلاص ده العلاج. ماشي، لو عيان اي تي بي اكيوت اي تي بي ودخل في لايف ثريتنينج هيموريج واديناه البليتلت ترانسفيوجن وخد الاي في اي جي وخد الاستيرويد والبليتلت ما رفعتش فوق ال20، جو فور سبلينكتومي. تمام، يبقى تو انديكيشن فور سبلينكتومي. السؤال اللي بعديه، وات از الترناتيف تو سبلينكتومي؟ طيب في الكرونيك اي تي بي، عيان كرونيك اي تي بي مش هنعمل له سبلينكتومي؟ ريتوكسيماب، بس ده اوف ليبل حاليا، هاز بين يوزد، كان بيستخدم في ايه؟ في الكرونيك اي تي بي. ثرومبوبايوتين ريسبتور اجونست بيستخدموه. تمام، يبقى ريتوكسيماب ثرومبوبايوتين ريسبتور ايه اجونست. سؤال، امتى اقول ان الطفل عنده كرونيك اي تي بي؟ لما تكون بريزيستنت ثرومبوسايتوبينيا اكتر من 12 شهر اللي هي سنه. سؤال، what is the role of spleen in ITP؟ السبلين ده primary site of both ان هو الانتي بليتلت انتي بودي سينثيسز وفي نفس وبرضه اللي بيحصل فيه البليتلت ديستراكشن. سؤال،
سبلينكتومي ان كرونيك اي تي بي ماله induces complete remission في 64-88% من الحالات اللي عندهم كرونيك اي تي بي. تو افكتيف ايجنت ذات اكت تو ستيمولييت ثرومبوبويزيس. تمام. الرومي بلاستين والالترومبو ما الالترومبو باج. تمام. ده تو افكتيف ايجنت بيحسنوا او بيستيمولييت الايه ثرومبوبويزيس تصنيع الايه البليتلت. الرومي بلاستين والايه والالترومبو باج. تمام كده. سؤال انيوميريت دراجز كوزنج او اسوشيتد ويز اميون ثرومبوسايتوبينيا. عندك 3 انتي ابيليبتيك الفالبرويت والفينيتوين والكاربامازيبين الاولد جينيريشن دول كلهم معاهم 3 انتي بايوتيك التريميسوبريم سلفا والسلفا سلفوناميد والايه والفانكومايسين. طبعا قلنا الهيبارين. تمام. due to formation of antibody directed against الهيبارين بليتلت فاكتور 4 فيحصل ثرومبوسايتوبينيا. التريتمنت اوف هيبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا نعمل ايه؟ نستخدم الدايركت ثرومبين انهيبيتورز. تمام. زي الارجاتروبان والايه والدانابرويد. ماشي. ده بيعمل ريموف. تاني حاجه من التريتمنت اوف هيبارين انديوس ثرومبوسايتوبينيا ريموفال اوف هيبارين سورس نوقف الهيبارين. تمام. انكلودنج اللاين فلاشنج حتى. خلاص. يبقى ايه؟ يبقى نوقف الهيبارين المفروض رقم واحد. يعني احنا نوقف الهيبارين سورسز وندي الدايركت ثرومبين ايه انهيبيتورز بس كده. تمام. شكرا.